لا الحمد لله عندنا ثقة إن شاء الله في القضاء وفي شعبنا إن شاء الله وفي النزية والنزيهين ومنظمين وجمعية إن شاء الله الرحمن الرحيم. تأخرت إن شاء الله الجلسة في 3 شهر 4 إن شاء الله الرحمن الرحيم على واحد الشهيدة، بس حضرت الجلسة إن شاء الله ويكون إن شاء الله خير إن شاء الله. بالنسبة للحالة النفسية ديال الإبنة ديالك؟ شوية مدمرة مسكين، بدلكم وبدلك شي راه المهم واخدة أمان ديالها الحمد لله الحمد لله، مشكورين كاملين وكنشكركم كاع الطاقم التقنيين اللي وقفتوا على هذا الشيء وجمعيات وكذا، وهذه مشكورين من هذا المنبر هذا. هو رانا خوكم محمد ان شاء الله يبقى معاكم حتى النهايه ان شاء الله. قال لكم كنت عارف ان المغاربه غيتضمنوا معاك؟ لا عرفتها، كنت عارف المغاربه ما غاديش يبعدوا مني وما غايثيقوا فيا، وان شاء الله الرحمن الرحيم والله ينصر سيدنا. وكنشكركم كاملين الطاقم التقني، انتم اللي وصلتوا هذه الحقيقه كامله ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيفاش كانوا المغتصبين ديال بنتك انت شتي مباشره؟ الحمد لله اليوم مزيان، خرج من المحكمه مزيان بخير الحمد لله. كاينه وقفه شتهم. كيفاش الحاله ديالهم؟ الحاله ديالهم اليوم حالتي خير من حالتهم اليوم الحمد لله مزيان، انتقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، حالتهم مزيره ان شاء الله اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هما تيجيكم ياك ولا ساكنين حداكم؟ لا الجيران ديالنا العائله ديالنا الجيران ديالكم. وداروا هذه القضيه. هادشي راه معروفه براي العام، دابا ان شاء الله راه كلشي كاين ان شاء الله. كنتسناو غير الحكم ديال البنيه تاخذ القرار ديالها والوليد. كاين الحكم شو كتمنى؟ ان شاء الله كنتمنى لك البنيه تاخذ حقها هي وولدها، هادشي اللي كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم. ماشي الله يسهل هذا الشيء اللي كان وشكرا والله ينصر سيدنا. بالنسبه للناس اللي كانوا شي جمعيه في كازا ياك كاينين؟ شادين جمعيات كاملين وكاع جمعيات. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.